بسم الله الرحمن الرحيم. هو السادس ها سدسون سدسون زهم زين ما اسم الله تايل ورحمة تبي يقول له زي خوي سدس بو سدس وشو قفولي تخفيف كلا والله ما كيلات سو بيت السدسون وين دي شروها سدس وربع وهموي والسادس ها سدسون وهو لسبعة حبت كس هي السدس دبا لأبين وزدين بابو بابير وشيكا لميتهما فرع وارث أركاتك مرديكا أولادها بفرع سنير تسمي ما دام أولادي أبو بابو بابير ششيشي دبا دليل البيسيا قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد أبويه داكو باب داكو باب كاب عسي بابير النية أربع سيدا كبابي دكا دي ولد زدو كالأبي بابيرش عيني بابا كما مرة وشي لبيشو مانقو يان بخياض لس أبي يان لوزي أبي شموري دكا كما مرة في الولدي والمراد شان بابير ميرات دبا زد لم يدلي بأنثى بابيرك بي ميك لبيني ولبين ميتكي نبي وإلا اگر ادلای با 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 دا چه میتی با با دا چه میتی و نبتا با پیر فلا ارثو بخصوص القرابتی هنجی نبتا میراد گر تواو لانو من ذوی الارحم کما مرا ولی ام دا چه ششش دبا لمیتی ها ذالکا اوش فرع وارثی هبی ای فرع وارث او عدد من إخوة وأخوات اثنان فأكثر يعني جماريك لبراو خوش كان هبي وزدو بسبي سندي هبي لما مر لبراو لبيشو ماغو دريول حيث قال والمراد بهم اثنان فأكثر إخوة وأخوات مصد في دو سيو أوانيا وآياتك الشمولي دا كان يفرمو لي أبويه ألي دا كونيا وباب داك بابير ولزدتين بابيرش دبا فأكثر لأم أو لأب أو لأب سداتش بابي بي سداتش داتشي بي هذا كدابير دليل بيسيا أعدني لسر دابيري لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى الزدة السدسة هو حديثي لسر حديثي فعلي بيغنبال صلى الله عليه وسلم شدا دابيري رواه أبو داود وغيره هو يك وقلع للزدتين من الميراث بسدس بينهما زار شدي دو دا پیر هبون فرموی به هر دکان ششه چیم بدنه دیاره ششه قصه دا پیر یا او دلیل فا اکثره که او گوتی ولی زدتین متنکال شرع که گوتی فا اکثره او زما دو دلیل بانده وی یک لو دا پیری یک لو دو دا پیر و سه دا پیری یک دا پیری فعلی پیغمبر یا صلی الله علیه وسلم او دو دا پیرانش قلای پیغمبر یا صلی الله علیه وسلم حدیثی یکم کدایت یک دا پیری ابو داود روایت کردیا او دوی تا دایت دو دا پیری حاکم روایت کردیا و فرمویت انه صحیح علی شرط الشیخین هذا او زدتیا هنجی میراتی دبا ان لم تدلی بذکرین بین انثیین اگر نیرک لبین دومیان نبی اگر إن لم تدلي بذكر بين أنثيين أجر أودع في ريا إذ لا خزمات يكي لو ما يتكي بنيرش لبين الدوميان النبي فإن أدلت به أجر بنيرش لبين الدوميان دقيش ما يتكي كوا كأمي أبي أمي أوها داشي بابي داشي ألان بابك لبين دون ميانا أولاي داكا أولاي داكا أو زداكا كي قورا كذا كذا بير ميراتي نابا داشي بابي داشي ميراتي نابا لم ترد بخصوص القرابة لأنها من ذوي الأرحام كما مرة أزعديد سنو عدا بيرك ميراتي دبا سنو عدا بيرك ميراتي دبا فالوارث من الزدات دا بير قاعدة لوبرم قاعدة أبتو ندقود أقا ذكرك لبين دو انسان بميراتي نابا يعني أقر إلا إناس بن دبا أقر إلا ذكور بن دبا مثال منو في بينا فالوارث من الزدات كل زدة أدلت بمحض الإناث أقا إلا بإناث أن دقا يشتي أو ميراد قرا أو الذكور إلا بذكوران بأويش دبا أو الإناث إلى الذكور يعني إناث بي ولا ذكوران أويش دبا مثال عرس كان ملو في بينا كأمي أمي الأمي أمي 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 أو أدلت بمحض الإناث وأمي أبي الأبي
اوش اوش بواسطه با با كان بويته اوش بمحض الذكوره دا في ركب محض الذكوره المتخزم ميتي وامي ام الابي اوش اناس الى الذكوره اوش هم ميرات كرا اويدي اويدي مدينه ام ابي الام ذكر بين انثيين او ميراتين ابا ولبنت ابن فاكثر بنت الابن دوبن سيبن مع بنت سلبن دغر بنت براسي دابن أو بنت ابن أعلى منها يعني بنت الابن لأخوي أعلى تربي بنت الابن أقول بنت نبي بنت الابن نسبة دابا بنت ابن الابن بنت ابن الابن دقى بنت الابن دابي عيني وش زارة أنا فرقيني سلسة دابا أو كدزاني وجل خلائه بذلك في بنت ابن مع بنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم خو چیجا کبو دغه چیجا کری چیجا کرا کا شش دای پی بنت ابن مع بنت رواه البخاری باش عدی او تازه گوتت بنت الابن دغه بنت ابن الابن خو او قلاء رسول الله تدانیه در وقیس بما فيه غيره او البخاری دا گوت یا قیاض لسری بک غیر وش وقولی فاكثر أو فأكثر كامن قوتم ليرا ولي بنت ابن فأكثر مع قولي أو بنت ابن ها بنت ابن أو بنت ابن أعلى منها أو أشهر عبارة خومبو هودوش من زيادتي هنا ولي أختين خشش شششش دبا فأكثر لأبين مع أختين لأبوين أوش تكملي سلساني أختي لأبوين نسوي دبا أختي لأبيش سلسي دبا بهودو كان دكا سلسان كما في بنت الابن فاكثر مع بنتين وش اوي تا زمان قلت بنت الابن دقى بنتين ند قلت سلسة دبا تكملي سلساني اختي لابيش اگر اختي لابوين دابي ابي سلسة دبا تكملي سلساني ولواحد من ولد ام او زاري اولاد امي داق برا يقبي كربي كذبي يك داق برا بي ششيشي دبا أذكرن كان أو أنثى أو غيره لما مر لبرأوي كايت ما لسر هنا وإن كان الرجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أو ما البحث كد كوابي فأصحاب الفروض 13 أو ذو الفرض بي سيزدنا 4 من الذكور ساريان بياون الزوج والأب والجد والأخو للأم اواني دي او كرو برا مامو اوانا همو عصبنا او يزو الفرد بياو بيصار نوع عكس هيا ميردو بابو بابيرو برا برا الى داتش اواني دي ناخي اللي ابوين وانا همو عصبنا وتسعة من الاناث لجنان زورن نونا الامو والزدتاني داك دابير والزوجة خيزان والاخت للام اخشي للام وذوات النسب الاربع بنت الابن اختي لابوين واختي لاب وعلم من هنا لاصحاب الفروضان ومما ياتي لبعث تحسيبه ان المراد بهم باصحاب الفروضان من يرث بالفرض ذو الفرض ببا فرض بدي وان كان يرث بالتحسيب ايلا ولو هند زارا ودبي فاشي ذو الفرض اي ما وديدني وكو اب ابو زاد اقلق بنتي دابن بنت بتني نسب خوي برد خركاني ديش حسي خوي برد اوي ما هو راس عمي له بابيه بعصبا زكا ما قلت مساله باب ذو الفرضه خو منهم قلت قد نابت عصبا ذو الفرضه خوي بدي عقب عصبا شي بدي بقول السر عند باو صلى الله على سيدنا محمد ملاهي من فرائز النخوين.